رعاية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وبحضور كل من سعادة الشيخ علي بن منصور البوسعيدي والي ولاية صحم، والفاضل سالم بن حسن باعلوي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، والشيخ خميس بن عبد الله البادي المدير التنفيذي لمجموعة البادي للاستثمار القابضة والمتبرع بهذا الجهاز. تم تدشين جهاز أشعة الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد لعيادة الحوامل بمستشفى صحم. في بداية حفلة التدشين رحبت الدكتورة أمل البلوشي مديرة مستشفى ومجمع صحم الصحي بالحضور الكريم، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية هذا الجهاز والحاجة الملحة له، والذي يعتبر من الأجهزة المستخدمة لفحص أعضاء البطن، حيث يعتمد على تقنية تصوير الجسم بالموجات فوق الصوتية التي تعتمد على إسقاط حزمة صوتية والتقاط الانعكاس المرتدة من العضو، مكونا صورة تتدرج من الأسود إلى الأبيض نتيجة لاختلاف المقاومة الصوتية بين أنسجة الجسم. سوف يسهم هذا الجهاز بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من حيث دقة تشخيص التشوهات الجنينية وسهولة التعرف عليها والتعامل معها حسب حالة المريضة، وكذلك توفير الجهد والوقت على العاملين الصحيين. هذا الجهاز من فئة GE بولسن S6، وهذا جهاز متطور لأنه ثلاثي الأبعاد، فخدم كثير مستشفى صحم، من حيث أنه كان عندنا مشكلة في عدم وضوح الرؤية في الأجهزة القديمة، فهذا كان هذا الجهاز أوضح طبعا ووفر علينا الوقت والجهد في تشخيص الحالات، خاصة حالات التشوهات للحوامل، فوفر علينا كثير وكان ساعدنا كثير في تشخيص الحالات بكل دقة، لأن بالنسبة خاصة التشوهات الخلقية للأجنة هذا من الأشياء الصعبة جدا، خاصة في الأجهزة القديمة، فهذا الجهاز خدمنا كثير في تشخيص هذه الحالات، فاستطعنا أن نشخص الحالات بشكل مبكر وممكن يتم تحويلها للمستشفى السلطاني بأسرع وقت ممكن. اليوم إن شاء الله يتم تدشين جهاز أشعة الموجات فوق الصوتية، وسوف يسهم إن شاء الله هذا الجهاز في تقديم خدمة جيدة للمراجعين من العنصر النسائي، وإن شاء الله يعني سوف يسهم في تقديم خدمة أفضل وجودة أعلى، وكان المستشفي بالفعل بحاجة لهذا النوعية من هذا الجهاز، قد يكون سابقا يوجد جهاز لكن غير بنفس الدقة التي عليه الجهاز الحالي. الجهاز الحالي يكون يعني بدقة عالية جدا، وسوف يوفر الجهد والوقت، وإن شاء الله يعني سوف يخدم شريحة كبيرة من المترددين على مستشفى صحن. يأتي تدشين هذا الجهاز الحيوي في إطار التعاون والشراكة المجتمعية القائمة بين مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، فشكرا ثم شكرا ثم شكرا لأصحاب الأيادي البيضاء، شكرا لمجموعة البادي للاستثمار القابضة على ما تقدمه من مجهودات مشكورة لأبناء ولاية الصحم، والشكر موصول لسعادة الشيخ علي بن منصور البوسعيدي رئيس اللجنة الصحية بولاية صحم، وكذلك الشكر لصوت صحم للإعلام الراعي والداعم الإعلامي لمناشط وفعاليات ولاية صحم من أقصاها إلى أقصاها. شكرا لكم. أولا يأتي تبرع مجموعة البادي بهذا الجهاز في إطار الجهود المشاركة المجتمعية والمبادرات المجتمعية لتحسين العمل في المركز أو في المستشفى. هذا الجهاز في الواقع جهاز متطور جدا، يعتبر من أحدث الأجهزة التي تستخدم في التشخيص، وحقيقة هناك جهود بذلت من قبل سعادة الوالي للتنسيق مع مجموعة البادية، والإخوة أبدوا استعدادهم وجزاهم الله خير. هذا الجهاز سيساعد طبعا في التشخيص المبكر وأيضا تخفيض عدد الحالات المحولة من صحن إلى مستشفى صحار.
أنا بغيت أتكلم عن الجهاز مع التشوهات اللي في مستشفى صحن. صراحة استفدنا منه كثير وخدم كثير من المرضى بما فيهم أنا الحمد لله رب العالمين، لأن شو اسمه هو يعطينا يبدأ من 23 أسبوع، فيعطينا إذا كان البيبي عنده أي البيبي عنده أي تشوهات ولا شيء. وأول كنا الحمد لله رب العالمين مثلا نكون في خوف من إنه يعني شو اسمه يكون البيبي متشوه لحد الولادة، بس الحين الحمد لله. جدير بالذكر أن الشيخ خميس بن عبد الله البادي ساهم ويساهم في الكثير من الخدمات والتي بلا شك تلبي احتياجات الكثير من المواطنين في الولاية، إلى جانب تعاونه المستمر مع الجهات الحكومية. وأيضا لا نغفل دور سعادة الشيخ والي صحم رئيس اللجنة الصحية عن جهوده المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة بالولاية.